النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. الملف مفتوح والنفايات مكدسة في شوارع بيروت، ومطمر الناعم مقفل، ومعامل الفرز والحرق غير متوافرة، وسكلين ترش مادة الكلس حول المكبات في الأحياء، والمسألة الصحية حديث الناس، والخشية من الأمراض جدية. الملف مفتوح والمعالجة صعبة لانتشار الروائح السياسية بدل البيئية، وإذا كان من معالجة مطلوبة فيجب أن تكون على 3 مراحل. الأولى جمع النفايات أو جمع النفايات من الشوارع ووضعها في مكان مؤقت، والنائب سامي الجميل اقترح الكارنتينا وشدد على المدة المؤقتة. الثانية حسم موضوع تلزيم النفايات بمناقصات شفافة وباستدراج عروض مرضية ومقنعة. الثالثة الشروع في عقد اتفاقات لإنشاء معامل فرز وحرق. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تكون جلسة مجلس الوزراء منتجة لحلول نهائية؟ الجواب هو أن تخصص كل الجلسة لهذا الشأن، وأن لا تنتهي إلا بحلول ثابتة، وإذا تم غير ذلك يعني أن ملف النفايات سيبقى مفتوحا والأمراض ستتفشى، بما يضع أمام الأذهان صورة عشرات الضحايا في جنوب السودان بسبب الكوليرا والتخوف من ارتفاع أعداد المصابين. ونشير إلى أن الدول المتقدمة تعمل وفق خطط لجمع النفايات وفرزها وحرقها في معامل متخصصة، وسنضيء على ذلك بعد توقف مع الوضع في مكبات شوارع بيروت على عتبة موسم السياحة. ما أصعب العيش من دون مكب للنفايات، فمطمر النعم فعل فعله ونشر ما كتمه في سنوات أمام أعين المرة ليصبح لا مكان للراحة، فالجميع يتأفف من قذارة الروائح المنتشرة وامتدادها داخل الشوارع. جيبوا كم رئيس يقعد هاني شوفوا حالهم، يلي بس بيمددوا لحالهم لغيرهم لا. تعالوا معكلتها الزبالة والأطفال مرضت، ما في حدا ساق سليم بالبلد صار. أي حال أي حال يحلوا لنا إياه. بدنا يشيلوا لنا بس الزبالة، كل بلدية تحترم حالها تشيل المنطقة اللي هي فيها، تحطهم بمكان معين لفترة انه يحلوا هيدا الموضوع ويشلوهم بس. بيروت غطاها ضباب من غبار النفايات المتلاشية، فالمستوعبات لم تعد تستوعب المخلفات، وعندما ارتاح اهالي النعمة تعب الاخرون. ففي لبنان مأساة تطغى على اخرى، ليتأجل الحديث عن كل الملفات وتحتل القمامة صدارة المواضيع التي تناقشها الحكومة. جبال نفايات متنقلة داخل العاصمة، وكأنه لا ينقص اللبنانيين سوى العيش داخل مكب للنفايات. دوري شمالي كاتيا شقير، تلفزيون لبنان. كيف تعالج الدول نفاياتها، وهل هناك معايير موحدة حول طرق المعالجة؟ أمام مشهد النفايات المتراكمة في الشوارع وتحول هذا الملف إلى مشكلة مزمنة في ظل حلول مؤجلة أو مجتزأة وغير علمية، يطرح اللبناني سؤالا جوهريا، كيف تدير دول العالم نفاياتها؟ تظهر المراجعات لتجارب الدول في كيفية معالجة نفاياتها أن الحلول غير متجانسة أو ليست هي نفسها في كل دول العالم، وتعود هذه الاختلافات إلى طبيعة هذه النفايات وإلى وجود خصوصيات محلية مؤثرة، إلا أن معظم دول العالم لديها استراتيجيات وخطط بعيدة المدى وتختلف بين البلدان النامية وتلك المتقدمة. يعتبر التخفيض في المصدر أو التخفيف من إنتاج النفايات في رأس الهرم لتحديد الأولويات في إدارة النفايات الصلبة باعتباره الفرصة المثالية لتوفير الموارد وبالتالي تخفيض الانبعاثات، فيما تمثل إعادة التدوير الفرصة الثانية الأفضل للحد من هذه الانبعاثات وتوفير الطاقة في عملية التصنيع. ولقد وضعت خطط على مستوى واسع لفصل النفايات وتدويرها أو تحويلها إلى سماد في معظم المدن الأوروبية. أما التخمير فيطبق على نطاق واسع في أوروبا، كما أن الحرق يساهم في البلدان المتقدمة بتوفير كمية كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال استعادة الطاقة الموجودة في النفايات، ويتم حرق حوالي 130 مليون طن من النفايات سنويا في أكثر من 600 محطة تتوزع على حوالي 35 بلدا من بينها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أما في اليابان فيتم حرق أكثر من 70% من النفايات.
وهناك 431 مصنعاً في أوروبا لتحويل النفايات إلى طاقة، و89 مصنعاً في الولايات المتحدة تتوزع بين مصانع تقوم بترميد النفايات أو إنتاج الوقود السائل أو مصانع تحويل النفايات إلى طاقة تغويز البلازما. مناطق عديدة في بريطانيا تستخدم الحرق لإنتاج طاقة حرارية، فيما قامت اليابان والصين ببناء مصانع عديدة تعتمد على الصهر المباشر أو على حرق النفايات الصلبة في قاع مميع. وتعد اليابان أكبر مستخدم لعملية المعالجة الحرارية. أما التمر فهو الأسلوب الأكثر شيوعاً بكونه أسرع وأرخص وسيلة للتخلص من النفايات، إلا أن غاز الميتان الناتج عن تمر النفايات يساهم تاريخياً بأكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. ملف النفايات عرضه الرئيس سلام مع نواب بيروت، والنائب قباني يقول: نتمنى التعاون مع بعض المناطق لتمر نفايات العاصمة لفترة قصيرة إلى حين إيجاد حل كامل. سلسلة لقاءات عقدها رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبير، أبرزها مع وفد من نواب بيروت بحث معه أزمة نفايات بيروت الإدارية. وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد النائب محمد قبان الذي ناشد المناطق التعاون في معالجة أزمة نفايات بيروت لفترة وجيزة إلى حين إيجاد حل كامل، منتقدا رفض المناطق لذلك. لكننا بالمقابل نقول أننا نتوقع أن نقابل بنفس الإيجابية، أي أن تتقبل سائر المناطق والأقضية والقرى أن بيروت لا تستطيع أن تعالج مشكلة نفاياتها في داخل بيروت الإدارية. هذا أمر مستحيل. هناك موقفا جديا من قبل دولة الرئيس تمام سلام ومن قبل وزير البيئة محمد المشنوق وأيضا وزير التنمية الإدارية نبيل دفريج، الذي يحاول أن يضع ثقل الحكومة كقرار مركزي في عملية إكمال الكنس والنقل، ولكن نحن لا نستطيع إلا أن نتعاون مع المناطق بالنسبة للردم بالنسبة للتمر. هذا أمر لا بد منه. لذلك نحن نتوقع كلاما إيجابيا وطنيا تجاه العاصمة التي أحبت الجميع فليحبها الجميع. الرئيس سلام استقبل وزير السياحة ميشيل فرعون الذي اعتبر أن موضوع النفايات لا يحتمل مزايدات إضافية، متحدثا عن التأثير السلبي لهذا الملف على الموسم السياحي. بدنا نحل قصة النفايات، وفي بعض الحلول وتأخرنا 3 سنين. أنا كنت بالحكومة من 3 سنين، كان الموضوع على الطاولة وكان في حلول. 3 سنين ما حصل شيء، واليوم هالحكومة تأخر 6 شهور. هذا الموضوع بسقط حكومات بصراحة، بس نحن المشكلة الأكبر أنه تسقط الحكومة أو توقف تشتغل. الرئيس سلام استقبل وزير الدفاع سمير مقبل، وتم البحث في الأوضاع الراهنة والتطورات، كما التقى وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير المال علي حسن خليل وتناول البحث المستجد. ومن زوار السراي وزير خارجية صربيا سفير النرويج في لبنان والممثلة الجديدة لمنظمة اليونيسف في لبنان تانيا شابيزا. النائب سامي الجميل اتهم شركة سوكلين باستخدام النفايات كورقة ضغط للتمديد لعقدها بعد أن أخذت لبنان رهينة منذ أكثر من 20 عاما، ودعا إلى رمي النفايات في الكارانتينا. اقترح رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل حل مشكلة النفايات بأن تقوم الدولة بشراء المعدات من شركة سوكلين والعمل مؤقتا تحت إشرافها إلى حين حل الملف بشكل كامل، داعيا رئيس تمام سلام إلى أخذ المبادرة وحل الموضوع دون سؤال أحد. بلديات كبيرة عم تعمل شغل كتير كبير مثل بلدية الدكوانة أو بلدية جديدة يلي بلشوا كرمال رحمة بالناس يلموا هني هالزبالة وسخرية القدر، أنه الدولة اللبنانية منعت هذه البلديات أنه تلم زبالة. ليه؟ لأنه بيحق لها. يعني ولا بدهم يلموا ولا بدهم يخلوا حدا يلم. ليه؟ كرمال نضلنا عايشين تحت الضغط ونجي نقول لهم دخيلكم
مددوا لسكلين. هيدي الارض يلي موجوده هون بالكارانتينا يفتحوها كلها يلموا هزبالي يحطوها فيها. الجميل دعا الى اجراء مناقصه شفافه منتقدا الاليه الغامضه التي هشلت الشركات كما قال، بدليل ان اي شركه لم تتقدم الى المناقصه في بيروت. اعتبر وزير المال علي حسن خليل ان ازمه النفايات هي بمثابه حرب تصيب جميع اللبنانيين من دون تمييز بين هذه الطائفه وتلك او بين هذه المنطقه وتلك، داعيا للتعامل مع هذه الازمه وفق حسابات سياسيه ومناطقيه، وشدد على ان المطلوب الاسراع في ايجاد مطمر لاحتواء نفايات العاصمه وجبل لبنان، لافتا الى انه لا يوجد عقار في بيروت يمكن استخدامه لهذه الغاية، وأشار إلى أن هناك قرابة 870 مكبا عشوائيا في مختلف المناطق، ومن الأفضل أن يتم تنظيم انتشارها وإنشاء مطامر تتوافر فيها الشروط الصحية بدل هذه الفوضى العشوائية وعوضا من الفيتوات الجغرافية المتبادلة. ما هي الحلول في ملف النفايات من وجهة نظر المحلل الاقتصادي إيليا شوي؟ التفاصيل في هذه الفقرة. لماذا نحن على ما هو عليه في ملف النفايات؟ منذ سنة اتخذ القرار بإقفال مطمر الناعمي. بيروت ولبنان يغرقان اليوم بالنفايات ونحن على أبواب موسم السياحة. دكتور ياشوعي، اليوم شو الحل بهذا الموضوع؟ هلا في ثلاثة أو أربع احتمالات. أولا اتفاق مع سوكلين إعادة النظر فيه بطريقة أنه فعلا ناخد بعين الاعتبار الكلفة العالمية لطن النفايات، أو اثنين المناقصات. صار في مناقصة، يعني نعم. الحكومة طرحت مناقصة وطرحت دفتر شروط، برغم أنه بدفتر الشروط كان في بعض البنود غير المشجعة للمستثمرين بأن يتقدموا لهذه المناقصة. صار في شركات تقدمت، لأنه مثلا بند 7 سنين زائد 3 للشركة، يعني 10 سنين للشركة اللي بدها تلتزم، وعشر سنين تعرفي مدة غير كافية. نعم. برغم ذلك صار في عارضين، يعني مثلا وصار في تجميع للأقضية. ليش هالمناقصات هيدي ما تمت؟ ليه ما أنجزت هذه المناقصة؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو البلديات. نعم. يعني هلا اني الحكومه فائت، يعني قبل باسبوع او بالعشر ايام من انتهاء المهله فائت انه والله في قانون، ايه انه قصه الطلب من البلديات او الى البلديات انه هي تجمع نفاياتها تهتم بطمرهم والى اخره، ما بده قانون، هلا فائقوا. والاحتمال الرابع انه هلا بسرعه يتم جمع النفايات بعده امكنه، بيصير في كبس لها، تكبس هذه النفايات وتنشحن الى الخارج. الضرر البيئي والضرر الصحي والضرر السياحي من هالنفايات مين بده يتحمله؟ صحيح. مين بده يتحمله؟ المواطن اللبناني يدفع الثمن دائما. مفروض انه فعلا انه كل انسان بهالبلد يتحمل مسؤوليته، ان كان مواطن عادي او كان ايضا مسؤول. اليوم نحن على ابواب يعني اصطياف، والمغترب اللبناني وصورتنا في الخارج يعني عبر وسائل الاعلام، يعني كل المغتربين عم بيشوفوا هذا الموضوع، قد ايه هيدي بتاثر عليهم برا في الخارج؟ كثير بتاثر. انا بقول لك شغلي وباكد لك انه اذا مش خلال هذا الاسبوع هالنفايات بدها تنلم عن الطرقات، رح يبلشوا اللبنانيين غير المقيمين جايين يصطافوا، او حتى غير اللبنانيين حيبلشوا يحجزوا بطاقات العوده. المزيد من الاخبار بعد الفاصل. تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة الزهران، حيث جال في مراكزها واطلع على إجراءاتها الميدانية وأوضاعها المختلفة، كما التقى أبناء العسكريين الشهداء. وقد نوه العماد قهوجي خلال اجتماعه بالضباط والعسكريين بجهود قوى الجيش وتضحياتها للحفاظ على مسيرة السلم الأهلي، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني في لبنان لا يزال الأفضل في المنطقة قياسا على ما يجري من أحداث خطيرة في العديد من بلدانها. مجلس المفتين دعا في اجتماعه إلى إعادة المؤسسات الدستورية إلى عملها بانتخاب رئيس وإطلاق العمل في مجلس النواب والحكومة. مجلس المفتين الذي عقد اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
شدد على ضرورة إعطاء الملفات الوطنية المتأزمة أهمية فائقة والتي تمس أمن المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم، ودعا لإعادة المؤسسات الدستورية إلى عملها وفعاليتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإطلاق العمل في مجلس النواب وفي حكومة المصلحة الوطنية بعيدا عن الاستهداف والمنازعات والتعطيل. المجلس شد بالانتخابات التي حصلت في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفي المجالس الإدارية للأوقاف، ورأى أن هذا العمل الديمقراطي شديد الأهمية والدلالة في إعطاء دفع للعمل الوقفي وعمل دار الفتوى العام. المجلس قرر إعطاء اهتمامه في المرحلة الحالية لملفين أساسيين، التعليم الديني الأساسي والعالي دعما وتطويرا، والتنمية الوقفية من خلال مشروعات في بيروت وسائر المحافظات والمناطق، كما أن المجلس ينوي تكثيف اجتماعاته في المرحلة المقبلة لمتابعة الشؤون الوطنية والتعليمية والوقفية. الوزير نهاد المشنوق أكد من باريس أن حزب الله خصم سياسي وشريك في الوطن، وأن لبنان لا يزال أولوية مهمة لدى فرنسا. عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الأوضاع في لبنان والمنطقة وملف الإرهاب مع مسؤولين فرنسيين خلال زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد أمني رفيع المستوى ضم المدير العام لقوى الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس شعبة المعلومات عماد عثمان وأمين سر مجلس الأمن المركزي العميد لياس الخوري والمقدم خالد حمود. وتم البحث في التعاون المشترك بين لبنان وفرنسا وفي مجالات التدريب والتنسيق. المشنوق أكد أن لبنان لا يزال أولوية مهمة لدى فرنسا. مزيد من التدريب، مزيد من تزويدنا بتقنيات، والقيادات الأمنية حتتابع الاتصال لتطوير هذه العلاقات. ووعد الوزير الفرنسي بزيارة قريبة إلى لبنان لمتابعة البحث بكل المواضيع. لبنان لا يزال أولوية مهمة لفرنسا ودولة عزيزة عليهم، وحيبذل كل جهد لكي يتأكدوا أنه الرئيس المسيحي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط سينتخب ويستعاد النصاب الدستوري في لبنان. وتم الاتفاق على إنهاء المأساة السورية والأخذ بالحسبان تطلعات وتمنيات الشعب السوري بالعيش بكرامة وحرية. المشنوق والوفد المرافق انتقل إلى السفارة اللبنانية في باريس، حيث أقام القائم بالأعمال اللبناني غادي خوري مأدوبة غداء على شرف الوزير بحضور شخصيات سياسية وعدد من النواب الفرنسيين من أصل لبناني وعربي وشخصيات دبلوماسية. وأكد المشنوق أهمية انتخاب رئيس للجمهورية نظرا لأهمية هذا الموقع ورمزيته في لبنان والمنطقة العربية، مشددا أن حزب الله هو خصم سياسي وشريك في الوطن. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي ندوة في معراب عن مكافحة التطرف اعتبر أن إنهاء الأزمة السورية والحل السياسي في العراق يقضيان على داعش. أشار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال ندوة عن مكافحة التطرف ومواجهة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى أن الثورة في سوريا كانت سلمية كليا، وكان الشعب السوري ينزل إلى الطرقات ولم تخرج أي طلقة رصاص منهم، فيما ذهب نحو 10,000 قتيل قبل حصول أي احتكاك، حيث كان النظام السوري يطلق النار على المسيرات السلمية، فدبت الفوضى في سوريا وأصبحت الأرض خصبة لكي تأتي التنظيمات الإرهابية وتتقدم وتتوسع حتى انتهينا بداعش التي احتلت الموصل. جعجع لفت إلى أننا لا يمكننا القضاء على داعش طالما الوضع في سوريا على ما هو عليه اليوم. كيف منحارب داعش اليوم؟ بكل بساطة، الحرب العسكرية لابد منها، حد الحرب العسكرية بدأ عملية سياسية سوية في العراق وبدأ إنهاء للأزمة السورية. ما نفكر ولا لحظة من اللحظات أنه ممكن ننتهي من داعش أو غيره أو أمثالهم طالما الوضع بسوريا بالفوضى اللي هو فيه، طالما ما قامت عملية سياسية سوية سوية بكل معنى الكلمة بالعراق. بس تنتهي الأزمة السورية وتبلش عملية سياسية كمان سوية مثل اللي صارت بتونس أو مثل اللي صارت بمصر، بس بمصر بعد في بعض الأفراد عم بيمارسوا الإرهاب، بس شو أوكي بفرنسا صار في عمليات إرهابية، بس هودي ما بيهزوا مجتمع ولا بيأدوا إلى ما لا تحمد عقباه. إذا بلشت عملية سياسية سوية بسوريا وصار في عملية سياسية سوية بالعراق إلى جانب الحرب العسكرية نوصل لتحقيق أهدافنا، ماذا وإلا رح نضل نمر بحلقة مفرغة
ونضل ننادي على الإرهاب ونضل نحارب الإرهاب عسكريا بدون ما نوصل للنتيجة المتوخية. من جهته اعتبر الوزير بطرس حرب أن علينا البحث في دور المؤسسات لكيفية مواجهة الإرهاب من خلال انتخاب رئيس وصولا إلى مسألة تدخل حزب الله في الحرب السورية. أنا بعدني ما بفهم لحد هلا كيف ممكن شعب مثل الشعب اللبناني اللي معروف بحيويته وديناميته كيف ممكن يسكت على تعطيل 26 جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية لأنه في فريق سياسي في هالبلد قرر أنه ما بينتخب أما فلان أو ما في رئيس جمهورية ولو دمرت البلد لأنه الفريق حامل السلاح حامي هذا الموقف. المؤتمر حضرته شخصيات دينية سياسية أمنية وإعلامية وكانت مداخلات لعدد من الشخصيات شددت على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف. الرئيس ميشيل السليمان وفي اتصال مع الرئيس تمام سلام رأى أن محاولة رمي القنبلة البيئية من منطقة إلى أخرى ومن مطمر إلى آخر تضاعف المشكلة، وأكد وجود حلول بيئية تعتمد على الفرز والتدوير، وهذه الحلول موجودة ويمكن بحثها بين جميع المعنيين. سليمان بحث مع كل من سفيري ألمانيا وبريطانيا في الأوضاع السياسية وكيفية استفادة لبنان من التداعيات الإيجابية لاتفاق فيينا، كما التقى النائب السابق جواد بولوس ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية إلي رزق. الأساتذة المتعاقدون اعتصموا أمام اليونسكو للمطالبة بتأجيل المباراة المفتوحة، وسيارة صدمت مصور صحيفة السفير أثناء توجههم في مسيرة إلى عين تينه. نفذ الأساتذة المتعاقدين اعتصاما أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي في اليونسكو مطالبين بتعديل القانون المتعلق بالمباراة المفتوحة، وتوجه المعتصمون بعد الاعتصام في مسيرة إلى عين التيني لتسليم رئيس مجلس النواب نبيه بري مذكرة بالمطالب. الوزارة تخلت عن تعهدها مع المتعاقدين بإنصافهم بإعطائهم حقوقهم ولجأت إلى ما يسمى بالمباراة المفتوحة العثمانية. بعدما وصلت هذه الوزارة إلى هذا الشكل من اللا إنصاف تداركنا الأمر ونزلنا اليوم إلى هذه الساحة التي هي من خلالها حاولوا التجزير بنا. وأثناء توجه الأساتذة إلى مقر عين التيني صدمت سيارة BMW سوداء اللون المصور الزميل فادي أبو غليون الذي يعمل في جريدة السفير والذي كان يواكب تغطية الحدث، وقد حضرت سيارة من الصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى، فيما واصلت مسيرة الأساتذة سيرها إلى عين التيني. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي أكد التزام طهران بحصيلة المفاوضات النووية مشيرا إلى التفاوت بين قرار مجلس الأمن الدولي وبين الاتفاق النووي. عراقجي توقع حوارا مع الدول الغربية حول المواضيع الأخرى بعد الاتفاق. في السعودية اختتم وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر جولته في المنطقة والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يزور واشنطن في الخريف المقبل. في وقت يتمحور فيه مصير اتفاق البرنامج النووي الإيراني بين أيدي أعضاء الكونغرس، توجه وزير الدفاع الأمريكي إلى السعودية لطمأنتها بأن هذا الاتفاق يجعل المنطقة بأسرها أكثر أمناً. ووصل أشتون كارتر إلى السعودية حيث التقى الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ناقش معه وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن نايف مستجدات الأوضاع في المنطقة في قصر السلام في جدة. وأكد وزير الدفاع الأمريكي حرص بلاده على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم خصوصا في السعودية بحث مسائل تدريب القوات الخاصة والأمن المعلوماتي والدفاع المضاد للصواريخ وحرية الملاحة في مضيقي البحر الأحمر والخليج الاستراتيجيين. وأضاف المسؤول الأمريكي أن كارتر سيذكر أيضا بأن الولايات المتحدة تعتزم التصدي للمتطرفين على غرار تنظيم الدولة الإسلامية. وكان كارتر قد أعلن بكلمة ألقاها في قاعدة عسكرية جوية في الأردن أمام عسكريين من دول الائتلاف الدولي الست التي تشن غارات ضد تنظيم الدولة: سنواصل العمل مع إسرائيل وشركائنا الآخرين في المنطقة لمواجهة الخطر الإيراني مثلما نفعل للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية. الغارات متواصلة في اليمن والجيش السوري يبسط سيطرته على سهل الزبداني، وفي العراق عملية جديدة لتحرير جامعة الأنبار من داعش.
ثلاث غارات شنها الطيران السعودي استهدفت محافظة حجة، فيما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية سيطرة الجيش واللجان الشعبية على المداخل الجنوبية والغربية لمدينة مأرب شمال شرق البلاد. وفي عدن تتواصل المعارك بين القوات اليمنية ومسلحي القاعدة، وأفادت المعلومات عن سقوط 14 صاروخا على موقع العين العسكري السعودي. وفي ميناء عدن رست أول سفينة مساعدات ترسلها الأمم المتحدة محملة ب3000 طن من المواد الغذائية لتقديم المساعدات لنحو 180 ألف شخص. بسط الجيش السوري سيطرته على سهل الزبداني بعد إغلاق كامل منافذ الدخول والخروج من وإلى المدينة، وأفادت معلومات عن انشقاق 300 مسلح من لواء شهداء اليرموك التابع لداعش والتحقوا بتنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام، فيما تدور معارك عنيفة بين الجانبين في منطقة درعا، ونحو 700 مسلح من لواء شهداء اليرموك أصبحوا محاصرين من قبل جبهة النصرة. وقال مصدر عسكري سوري إن وحدات الجيش والقوات المسلحة قصفت بكرا للمجموعات الإرهابية في بلدة أبطم، ما أسفر عن مقتل العشرات. وسائل إعلام إسبانية أعلنت اختفاء 3 صحفيين في سوريا من حلب، حيث تنشط مجموعات مسلحة من بينها داعش. في محيط العاصمة العراقية تخطت حصيلة 3 تفجيرات تعتبر الأشد دموية عشرات القتلى ومئات الجرحى، فيما أعلنت مصادر في الشرطة أن قوات الأمن شنت بالاشتراك مع مقاتلين من العشائر هجوما لطرد داعش من مناطق قرب بلدة حديثة في غرب البلاد. وأعلنت خلية الإعلام الحربي مقتل العشرات من داعش بقصف جوي أسفر عن تدمير مدفع مقاوم للطائرات في الفلوجة، فيما استعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق 5 كيلو حب الزنكو من داعش في الأنبار. مزيد من الأخبار الدولية في هذا التقرير. قتيلان وعشرات الجرحى الحصيلة الأولية لانفجار منجم فحم في الصين، فيما لا تزال تعمل فرق الإنقاذ على سحب الضحايا، ويعتبر هذا النوع من الحوادث مألوف جدا في البلاد. أقفلت السلطات الإندونيسية المطارات بسبب ثوران بركان ماوترونغ وحجز الآلاف في البلاد، وأصدرت السلطات تحذيرا لعدم الاقتراب على مسافة كيلومترات من البركان. تجمع محبو والمقربون وعائلة بطل الفورمولا 1 جويل بيانشي لوداعه في مدينة نيس الفرنسية، حيث أقيمت مراسم الدفن لبيانشي البالغ من العمر 25 عاما، تعرض لضربة قوية على رأسه في جراند بري الذي أقيم في اليابان في تشرين الأول من العام 2014، وكان في غيبوبة منذ ذلك الحين. 85% من أعمار المدينة الرياضية في البرازيل التي ستستقبل بعد عام الألعاب الأولمبية انتهى. أكثر من 18 ألف لاعب ومدرب من أكثر من 200 بلد من حول العالم سيتمكنون من السكن خلال فترة الألعاب الأولمبية في مدينة مخصصة تبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع. إلى كل محبي العميل السري جيمس بوند 007، دانيال كريغ يعود للعب دور بوند في نسخته 24 تحت عنوان سبكتر بعد النجاح الهائل الذي حققه فيلم سكاي فول، حيث تخطت العائدات 1.1 بليون دولار من حول العالم. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، وملتقانا يتجدد عند 11:30. إلى اللقاء.